مين بيتعصب اكتر، ماما ولا بابا؟ ولا واحد. طب انتوا نصابين قوي، سليم وريما نصابين قوي، قولوا الحقيقه مين بيتعصب اكتر؟ هو يا جميل مش بيحب، هو واضح ان هي ماما وانت بتحب ماما، مش عايز تقول، مش عايز تبلغ عنها. اللي يجي يتعصب يتعصب كده. هو عنده دايما معلومة إضافية عظيمة. طيب مين بيذاكر لي أكتر، ماما ولا بابا؟ ماما. مين اللي بحوش معاه فلوسي، ماما ولا بابا؟ لا أنا بحوشها مع نفسي. مع نفسي. طيب مين اللي بيساعدني في شغل التمثيل أكتر، بابا ولا ماما؟ ماما. مين بينقي لي لبسي، بابا ولا ماما؟ طبعا ماما بس انا ساعات بنقي نفسي. مين بيدلعني اكتر لما اكون عايز حاجه، اخد اطلبها من بابا ولا من ماما؟ صافي. لا صافي. بابا ريما قالت بابا اخيرا. وهنا بابا الحمد لله، الحمد لله في بابا في الموضوع. وماما برضو والله بتعملي كل اللي انا عايزاه. بحضرتك ست بيت ولا بتشتغلي؟ كنت بشتغل بس خلاص بقى من ساعه ما بدات التمثيل خلاص بقيت معاها يعني. وحضرتك؟ لا حاليا قاعده. انا بشكركم و انا حاسه انه فارس ده لو ضغطت عليه شويه هيحكي لي اسرار العيله. طب قول لي يا فارس، بص انا هقول لكم على حاجه، انا متعاطفه جدا مع فارس. فارس عنده 4 سنين صح؟ 4 سنين وهو شايف احنا عمالين بقى نسال ومضارب وهو ما في. قول لي احكي لي ماما بتعمل ايه بقى؟ لا بلاش. كانت تعبانه ومش قادره تجيب لي حاجه. كانت تعبانه ومش قادره تجيب لك حاجه، وبعدين؟ كفايه توديك النادي. خلاص. طيب وبابا بيعمل ايه؟ بيجيب لي كل حاجه. الحمد لله. طيب وانت مين بيزعلك بقى، بابا ولا ماما ولا سليم؟ مش اي حد. مش اي حد. طيب وقول لي سليم بقى بتتخانق مع سليم جدا؟ ها؟ ازاي؟ طب قولي. طب هسالك سؤال اخر سؤال، بتحب سليم في البيت؟ بتحب سليم قد ايه؟ كلها من اولها لاخرها. طب روح بقى اديله بوسه. كلها طفوله فكله متاح، هم الولاد مشترتين، حلقه للاطفال. تمام. بشكركم بحييكم وبدعي لكم ان اولادكم يبقوا كده يريحوا قلبكم، تنبسطوا بيهم، تفرحوا بيهم، وما يخدكوش عليهم ابدا، لا سليم ولا ريما ولا فارس. احنا فاضل لنا فقره صغيره اللي وعدنا بيها سليم، فقره الصندوق بعد الفاصل.